عليكم كديري لاباس عليكم نتمنى تكونوا بخير على خير بصحه جيده اخباركم صحيحه اش كتعاودوا كلشي مزيان كلشي بخير اليوم راه باقي حد غادي للسوق حيت ما ساليش عبد السلام قد شي حاجه لذا غادي نخرج كاين واحد الصهد المود ديال الصهد المهم غادي انا بحال جباء والان السلام عليكم باك دو شالور اون كونت فور رجع لي باك دو شالور اصلا ما يمكنش العيد سي با بوسيبل العيد يا با تشالور امبوسيبل هو راه غادي يدنا ماشي انا غادي نجيب الصاب راه غادي يدنا ما عارف واش غادي نسال غادي نسال هذا غادي يدنا 50 واش غادي السوق ما تقدرش واش ما خاصنا ندير حاجه بس نلمي بلا هاد كده لاباس عليكم بخير واش كاين شي دابا كيكون في الكيتاي واش كاين شي ضحيه واش كاين شي واش كيسخن ليا الحمد لله الحمد لله انا مرتاحه بعدا عندي كل شيء هذا برد الطوب برد في الدار لا والله ما برد الصاد في الصاد انا قام نقعد على الصاد 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 هذا البرد تلبسي الحوايج سخني اما الصاد واخا تفسخي ما تسخني واخا تفسخي ما تبردي المهم عكس راسي غادي للسوق غنمشي نتقدا ونبصلو داكشي الخاص للعيد الوالدي خليته ناعس لاباس فيه غير غدا ان شاء الله غادي نشوفو عند الطبيبه المهم مزيان و هي 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 تخوى علينا الدار ناري على عيني انايا و حق الله اللي غادي ندير العيني انا العيني ضراتني هاد العين قلت لكم هي تخوى علينا الدار هي مشى جات اختي الزهراء تشوف بوا ومشى معاها هي ولدها داتو معاها قال لك يمشي عندها لاله يبات عندها يجلس معاها يومين قلت ليه سير ترى لقيتها من الجنه ديال الناس قلت ليه سير تو كتوحشني قال لي غنتوحشك ماما قلت ليه ولا غتوحشني علاش غادي الساع هو غادي غا بغى يلعب البلاي ستيشن مع بدر الدين ويلعب بالتليفون حيت انا منع عليه وبغى يلعب ومشى ما مشى معاهم يجلس عندهم قال لك يومين تو قال يقول لهم جيبوني حتى الليل يقول لهم جيبوني انا قلت في الليل غيقول لهم جيبوني والله عز خلينا بوحدنا مسيكين مشاو خلينا بوحدنا خلينا انيان 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 خلينا خليتو بعمه شاد لهم الكلمه في البيت خليتها غتنعسو ما صافي رضعت انا وخرجت خليتها تنعسو صافي دابا غادي للسوق انتو معنا شوف شنو غنتقدا للعيد باقي ما تقدي حتى شي حاجه ما وجدت حتى شي حاجه كان كان عندي الضياف في الدار الدنيا مقلبه جاب عاوتاني الدنيا مقلبه شي خال شي داخل يجو عنده ولادو يطلعوا عليه المهم الدار عندي مشقلبه هاد بيدي من الدار مشقلبه والله خلينا ديما مشقلبه ديما مشقلبه كاع الدار اللي كيدخل لها الناس وكيخرجوا راه ديما مشقلبه دايما عمرك قلت لك مجموعه المهم انتو معنا ها الا الا راه بخير تو دومون ديسكو سافا تو فا بيان وي سافا بيان ها صافا الحمد لله صافا مابقاش كيخرج لي داك الماء من الكرش ديالو غدا حتى واحد غدا غادي لاكادير غادي لاكادير داير ويدي حتى هو غدا عنده كونترول عند الطبيب عند سبيسياليست ديالو غيمشي يشوف غيمشي يشوف واش كلشي مزيان غيدير عاوتاني دوك التحليله ولا داكشي المهم هذا الشهر اخر الله اعلم الشهر كله تحاليل وكله دوايات وكله والليل شفنا الخط الاحمر حنا تحت الاخضر حنا تحت الاحمر الخط الاحمر العريض حنا تحت منه دابا والله ماشي ماشي النوبه ديال السنه ها وحق وحنا مباركين اللي بالنوبه وني هذيك جاوب دقه وحده هذيك هي الكارثه بالنوبه داك الشيء ما الا دابا با يا ربي السلام الحمد لله يلا نتلاقاو من بعد باسكو جوج مرات بطاجي عندي هادي جوج قال لي عطيها حاجه بطاجي حاجه تجي بالبا قدام بطاجي انت عندك تعطي لي كامل العالم يقول لك لا اجي نقول لك ولكن عندك عزك ناس تدي لي طاجيني لا لا ماشي هو تقرا تخلط مرا تجي قلت عندي هي في بيت البيت اللي جبت غطيه تي جبت عندي بحال راه عارف باش عندك ديما تبقى قلت له ما قرا شي نهار تاع عندك هي ما تدري شي مجمع صافي هاد بنتنا قدام كل الناس العالم ما تقول لي تجي قلت لي انسانه ما تدي معك والو اصلا ما كاينش طاجي انا دي هادشي لا ربما لا ربما ما تاكل اه كلاش انا كنفهمها لا هي انا في الطاجي المويان مجمع كبير تجي تقول لي عندي شكون خصو مجمع كيما جي دابا راجلك يقول لك يقول لك ما جايب لك شيء راجلك القديم يقول لك ما بقيتش جاب لك الاخر ماشي مشكل حطوا هاني حتى نحطوا ماشي مشكل عادي راه بيجي بنت حجبه الا بار موطو بانكور ملي شدوها الا بار موطو حجبه ملي شدوها بان شيرشي سو ماري لهذيك البان شيرشي لو تريك ما عرفتش ما عرفتش انت قلتي الطاجين لا قلت يلاه قلتي لي الطاجين لا انا اللحم لا الطاجين راه كتحط الماء الحبل كتشم يطيبوا بزاف ما شغليش ياك بعدا عرفتي لي ديك عطاجين كيتحط هذاك وقلتي لا واللحم قلتي لي انت انا نقول لك لا اختي ما توصلينيش ها
جاك بتوصليني يلا بسامي شو عندك اليوم رجعت مني انت اللي اديتي لي دول مرض ديتي يوميا هاللي قلنا هاللي قلنا وزيدي دروكا ورشت لها سقيف يا اللي قلنا احنا خلصنا لا خلصنا ما خلص صح هاللي قلنا شتو ديتي حاجه قالت لك هي انا نمشيش على قلت لها هي صاف شو قالت لك انا في المثل شي لاش حاجه من الدار تقول لك انا ها انت ما اللي بغى التواجد اللي بغى عفوا الحرارة كنا في الصهد العطرية اللي بغيتوها مش كي ثلاث زبرة يلقى هلا يغطي فيه بسرعة سنة سنة غطها استواجه سنة غطها استواجه نامش بصر بلا بالحطات شفتوا روبيلا وراس كنتي الحجة روحت القاوري في المجلي شتو هذاك القاوري كيتسمى رازلي روحت القاوري حازق في المجلي شتو وراس قاوري سافا بابيا رأى مع بحبيب جيلي هزال شيرا هو ما تلقيتش يدخل ويلي 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 تعرفوا راه سخنا ودقدقنا في داك السوق انا بعدا اللي شفت داك السوق يتحب لي غير هذا الرازل المسكين زار معاه الخدامه ديالي ديها معاه السوق تخدم معاه ومرتو قالت في الدار ناعسه المهم اللي شفناه يتحب لي غير الخدامه ديال الالا جاره واحد التعكيسه واحد التعكيسه بديك الكروسه ونسول شحال هادي شحال هادي المهم السوق سخون المهم الحاره شوفي الحاره ماشي والثمن السوق غالي وحتى الحراره اصلا لا الحراره والسوق غالي وكلشي كاين صاد 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 والله ما تقدري تجلسي عقرب اللي يقولك 10 درهم ما تخلصيها وتزيدي والله عرفتي صاد 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 واحد الحراره كاينه من عاودتك ما يمكنش اصلا العيد تجيب الحراره الحراره انا تابوني شي بيان وي صافا مدمنا جي بيان تي لا غارد با فوالا حس الخره ديالو هنايا يلا سيدي سيدي ها سيدي عزيزي عزيزي ولا سيدي عزيزي سيدي سيدي لالا غادي تكون دابا كتسنانا ايه ها نقول لك بلاتي وي نقول لك سيدي لالا غادي تكون دابا كتسنانا قول لي ايه سيدي ها ايه مزيان Yeah, 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 voilà. T'es content? Yeah. Qu'est-ce qu'on fait pas pour que tu sois heureuse, hein? Ah yeah, Sidi. Yeah. Qu'est-ce que tu fais pour que je sois pas heureuse? On dirait que tu dis place la lune. T'as dit place la lune. Non, je dis juste que je suis heureuse. Je dis, t'es heureuse, tu rigoles. Yeah. Comme tu as dit, nous allons te faire سمحوا لي هذا راه النهار الثاني البنات غير سمحوا لي في الكاد انا عارفه هذا الشهر غبرت عليكم بامال عارفه هذه 11 طلبه دي عارفه البارح ملي جينا من السوق ما نكذبش عليكم جيت سخونه من السوق جات فيا واحد الحراره ما نعاودكم كثير بزاف دخلت حتى داك المقديمه ستفتها والله الا راجلي مسكين هما اللي ستفوها ما قدرتش هزيت الثقل داك الشيء راه ما كاينش الثقل ملي كنهز الثقل كاع شي كاين حاجه ثقل هو ما كيقدرش المهم دابا راه شتوني درت زيت لشعري غادي نجمع الدار حيت انا يلاه يلاه عندي شو تاع الوقت باش نجمع الدار نعاود لكم بعدا شنو درت مع الويد ديالي الناس اللي كيقولوا كذوب انا راه ما عندي ما ندير لكم لا طيقتوني هو هذاك ما طيقتوش ما نقدرش نوري الويد ديالي الويد ديالي ما عمرني ما تشاورت معاه وقلت ليه بوش بغيت تبان معايا في اليوتيوب اصلا الويد ديالي كيعرفوه الناس بزاف الا وريته معايا في اليوتيوب اولوا الناس يتسالوا معاه في الطريق وبان من دوك الناس اللي ما عزاش عليه الناس نقول لكم يولي يقول لي حياه حياتي يجي يضربني بشي طرفيقه طلسخ ماشي يضربني بشي طرفيقه با ما كيضربش مع عمر ضربني صراحه ولا ما عمرني عقل ضربني واحد المره عقل شير لي بواحد الصنداله شحال هادي باش كنت ساكنه معاه ما كيضربش هو هو مداك بحال داك النوع ديالي ما كيضربش مي ما بغيتش نوريه تنصور عا ولا قلت ليه اليوتيوب ما غيفهمش شنو هو اليوتيوب حيت الويد ديالي راه عنده غير نوكيا بيب
كنو كاينو كبير اللي كاع مهرس كيقول الو صافي قلت لكم لي ما يعرفش بلي الناس يشوفوه يقول لي خليتي الناس يعاودوا يسلموا معايا وهو ما عندوش مع الناس الويد ديالي ما عندوش مع اجي عندي نمشي عندك عكس ديالي انا عكس لو جوغ ولا الويك كما كنقول نهار والليل قلت لكم اليوم في الصباح رافقتو كي عاد دخلت ما قادر اليوم الصباح فقنا بكري ما نكتبش عليكم راه واخا عندي بزاف ديال الخوت وبزاف وحنا كثار انا بوحدي مشيت جريت معايا ولدي عاوتاني في يدي دات معايا بنت اختي هاجر مسكينه تشد ليا ايليان غير الا كانت شحال تهزوا ليا حيت كان كالوبا في الجنب حيت عيان شويه كيشدوا انا وراجلي انا ما كيقدش يهز تقول يعني يلاه يحاجيه الا بغى يطيح ولا شي حاجه ما يقدش يهزو حيت هو باقي قلت لكم كما يلاه فاتح الناس اللي بغاو يتيقوني تبارك الله الناس ما بغيت يقوني راه ما عندي ما ندير لكم راه الصراحه تتقال انا ما غاديش نكذب عليكم انا الا بغيت نكذب راه عارفه لا وسائل ندير باش نكذب راه راجلي بسم الله عليكم دي بسم الله عليك بسم الله عليك هاي هنا شوفوني مغطيها بالمنطرة تلقى الكلمة في الدار ومعرية ما بغيتوش يبان في اليوتيوب معرية هكا كيبلوكو ليا بعض المرات الفيديو هكا ندري معرية قلت لكم اللي بغات تيقني تبارك الله اللي بغات تيقني ما عندي ما ندير لكم انا بغيت ندير البوز البنت راه عارفه كيفاش ندير البوز شحال لكم راه صعيب عليا ندير راجلي غنطلقو انا غير راجلي غبر في فرنسا غبر فيه شهرين ولا 3 شهور جاي لثلاث شهرين اللي غبر في فرنسا راه في يمن نقول لكم مشى ما بقاش راجع ونقول لكم ندير لكم واحد السيناريو نقول لكم راجلي مشى برا وقال لي لحق عليا لفرنسا ولا ما جايش عندك عطى الله شتي اللي بغيت نخلق السيناريو راه نخلق لكم السيناريو باش ما راه نجيب لكم غير الخصومه اللي كانت خاصمو انا وخوتي فاش كنتناقشوا انا وحاجيبه غندير انا وياها البوز ولا نجيب لكم قلت لكم كما قلت لكم نقول لكم غراج دايره غراج دايره جلس جوج شهرين جلس برا نقول لكم انا وياه غادي نطلقوا ما جايش يدوز العيد ما بغاش يدوز العيد وهادي وهادي وعطى الله 166 ندير لكم 166 دي فيديو في النهار نخلق لكم مشاكل وغير المرض ديال الراجل يكون بغيت ندير لكم منها قصه مسا يفتح المراره لقاو عنده القلب لقاو عنده مصرنات زايده من مصرنات زايده زو عنده الكلاوي فيه الكونسير يربي السلامه عطى الله ولكن انا ما كنفيلش على راسي ما كنكذبش عليكم هذاك الشيء هذاك الفلوس اللي غيجيوني هذوك كيتسموا فلوس الحرام ما نكذبش عليكم انا ما باغا شي حاجه ديال الحرام قال لك قليل مداوم ولا كثير ما مداومش انا باغا قليل مداوم بارك على دوك الناس اللي عز عليهم وكيفضلوا انهم يتبعوني على حقيقتي على انني حيت الناس اللي كيتبعوني الناس اللي كيحسبوني بحال خوتهم انا كنشوفهم فاش كنتلاقى معاهم كيعنقوني مساكن بحال كيعرفوني ما عرفتش بحال اختهم ولا شي حاجه كيعرفوني مزيان كيبقاو يعنقوني كيقول لي حيت عز علينا كتفوج عليا انا ما نقدرش نخذل هاد الناس مساكن اللي كيديروا بحال هكا وبقى نكذب عليهم ما نقدش اللهم شويه ومداومه والحمد لله راه كتدخلي على شويه كنقول لكم القناعه هي اللي كتعطيك راه من القليل كتجيب الكثير راه انا داخله شوفوا نهار دخلت اليوتيوب دخلت ليها على شي حاجه قليله قسما بالله العلي العظيم اليوتيوب نهار دخلت عليه على شي حاجه قليله بسيطه قلت انا غير باش نشري الريحه ديالي والدودورون داكشي تنهز راسي بوحدي صدقت في حاجه اخرى فهمتوا صدقت داكشي بحال درتها باليوتيوب نهار درت زيت وارغان وامل وهادشي وبغيت نبيعو داخله لشي حاجه كنا كنقول انا واخا تجيني 10 الاف في الشهر الله يجعل البركه نديرها على جنب شوفوا شنو كنقول الله يجعل ما تكون غير 10 الاف في الشهر وبركه عليا الخير بركه عليا الله يجعل البركه نهز راسي بها الحمد لله صدقت الناس كيكوموندو عندي بكونتات كثيره وكندير دي كوموند كثار وبزاف ديال الحوايج وغير التكاشط نهار دخلت مع امينه مسكينه تبيع التكاشط كنت ناوي قلت انا يشرو من عندها 3-4 ديال الناس ولات مسكينه كدير لي كوموند حتى العيد ما كتقدرش توفق في الناس في لي كوموند كيجيو الناس كيكوموندو عندها بزاف الحمد لله شوفوا علاش هادشي كندخل ليه بنيتي مع مني نويت نكتب عليكم في شي حاجه نهار تشفرت بارطاجيتها معكم لو كون بغيت نهار تشفرت ندير معكم قصه انا ندير بداك الشفره ديالي ندير بها 16 فيديو راه تشفرت 4 المليون البنات في الطوبيله 4 ولا هي 5 المليون ديال التقضيه في الطوبيله وما درتش درت فيها جوج فيديوهات ثلاثه هو اللي درت عيب باش نصرح لكم ونوضح لكم وكاين الناس قال لك كذابه انا ما كذابهش خصني نلقى داك ما عرفتش فين درت داك الديكلاراسيون اللي درت ديال اسبانيا كاينه ولكن فينا هي الله اعلم خصني نقلب وسط الاوراق شوفوا لا بغيت نكذب راه عطى الله باش نكذب انا ما عمر ربيت انا ما غاديش نمشي نهرس الزجاج ديال الطوموبيله باش نقول راسي تشفرت فين درت السيكان تشفرت فين درت السيكان علاش بحال علاش عاود رجعت للسبته بغيت لهديكم البنات كاينه شي حاجه كتقال وكاينه شي حاجه ما كتقالش
شنو نقول لكم؟ المهم خلينا بهذا الشيء، انا غير جيت نشرح لكم. الناس اللي كيقول لك راه بغيت نطلع البوزره المشاهده طاحت، المشاهده ماشي طايحه ليا انا، مش طايحه للناس كلهم. كاين اليوتيوبرات اللي عندهم 4 مليون 5 مليون وتلقى عندها 200 الف مشاهده، تلقى عندها 300 الف مشاهده، ما حسك انا اللي عندي غير 350 الف، ماشي 350 الف، كاين عندي 340 الف واحد، راسي نورمال. اللي درتيه شتو انا ما فيهش طمع، اللي درتها 20 الف مشاهده الله يجعل البركه الحمد لله، وما نفتحش حياتي، ما بغيتهمش دوك الملايين في الشهر ما بغيتهمش، خليني انا غير تعطيني يناير. انا برك عليا جنيه 40000 ريال 60000 ريال في الشهر، الله يجعل البركه. شتي 40000 ريال 60000 ريال في الشهر نقدر يسد بها اغراض، على انني تجيني 3 4 مليون في الشهر وفي الاخر مشوهه راسي فين ما دايزه عبد الله يقول لك واش هي هذيك، وهي هذيك فلانه، واش هذيك فلانه اللي دار لها رجلها، وهي هذيك. تفو ما نقدرش انا هكا، ما نقدرش انا الله على الاقل، انا اللهم ما بنظالمه وما باش مظلومه. شتو كنت بغيت البوز غندير البوز، ها داكشي واحد قال لي شفرتي ليا درتي ليا درتي ليا، غندير به البوز انا داك السيد نيت، ندير حسبي الله ونعم الوكيل، ونزيد هادي وهادي وشويه ديال لي موجي وشويه ديال هادي. صحابك واش ما عارفه هي كنبان لكم شويه بهليله، راه ماشي بهليله، راه غير راه هي كندير داك هبل تربح. قال لك دير هبل تربح، خلي الواحد من قال لك اللهم الواحد، قال لك كيقول واحد هذا المثال كندير به، اللهم الواحد ينعس مظلوم ولا ينعس ظالم. المهم مظلومه بعد على الاقل الله راه راضي عليا، اما ظالمه اللهم راضي عليا ما راضي عليا العبد. ماشي مشكله ننعس مظلومه، غير ما ننعس ظالمه شي واحد ونتعدى عليه ونقول دار وما دار شيء. خلينا هادشي فين جيت انا قلت لكم، قلت لكم كجيت بنهضر لكم على الوالد ديالي استقطت حاجه اخرى، قلت لكم ديك اليوم الوالد ديالي سكوتابيلي سكوت يلا دخلت دابا ودرت الزيت لشعري نعست هذا ودرت شعري، ديت الوالد ديالي اون فيت البنات دوك الطبه لا باقيش تبعوهم تيقوهم. اشنو قلت لكم البارح؟ درت ليه التحليل ديال التلفازه وقالوا لي عمرو الحشر في الكلاوي، مشيت اليوم اديته شوفوا عندي احساس، عندي الحاسه السادسه هذه كاينه بغيتو ولا ما بغيتوهاش، عندي الحاسه السادسه. ايوا قال لي راسي حياه ما تقتنعيش بداك الطبيب اللي كاين في الكلينيك، هذا راه مشيت للكلينيك. قال لي ما تقتنعيش دي عند طبيبه جينيراليست شوف شنو عنده، دوز ليه التلفازه دير ليه الراديو. يوم مشينا اليوم حيت السبت كنا تما لحد بات عندي بشعري الكليمه في البيت حيت هو بغى البرود. اليوم الحمد لله راه بخير، على خير الناس اللي كيسولوا راه بخير الحمد لله، راه تحسن وبقى فيه شويه تاع الدوخه صافي. وفديتو عند جينيراليست الصباح دوزات ليه مسكينه الله يعمرها دار، هذيك جينيراليست كاينه في السلام، نقول لكم فين في السلام. بلاتي كان عقلي كينفعني، كاينه في السلام البنات داك الشارع ديال الهدى الكبير اون فاس ديال بي ام سي اي، لا هي بي ام سي اش سي اش اون فاس ديال سي اش. ما عقلتش على سميتها حيت راجل يطلع عندها وداتو البنات، تقلبات ليه التلفازه دارت ليه مزيان، دارت ليه مع الشلتات التلفازه اللي دارت ليه كتقلب وتعاود تخلص 300 درهم في التحاليل، دارت ليه التلفازه قلبات وقالت لي باك ما عنده لا حجر في الكلاوي لا والو، قالت لي عنده الشحمه في الكبده ولا داك الشيء كاين ليه الشحمه. فاش جيتو كيهضر تهضر مع الطبيبه وداك الشيء قالت لي هاد الشحمه هي اللي دارت لك، هي اللي اثرت لك على المعده ديالك فهمتي. كلا اون فيت الوالد ديالي قبل ما نهار الجمعه في العشيه في الليل تعشى بالحوت مقلي وكلا معاه المونادا وشرب اتاي فهمتو، هو ديجا عنده الشحمه في الكبده، هو ما كانش عارف حيت مشات عنده قالت لي راه ما عنده اختي لا حجر لا والو. قالت لي شكون هاد الطبيب اللي قال لك راه عنده حجر؟ قالت لي راه ما عنده حتى شي حجر، قالت لي عنده شويه تاع الكالكير في الكالكير غير الكالكير، قالت لي داك الكالكير غير يشرب الماء بزاف غير يخرج داك الحجر، قالت لي باش ما يتكون تقول لي خصو يشرب الماء بزاف، قالت لي عنده شويه تاع. شوفوا نتوما الطبه كيفاش دايرين، هذا راه كلينيك عندها تمشي تدوز، مشيت دوزت عند الطبيبه جينيراليست، كنت مشيت عند وحده لقيتها ساده في العواشر، مشيت عند الثانيه قالت لي شفت اختي عنده غير الشحمه في واش الكبده ولا الكلاوي ولا العقل، قالت لي شويه تاع الشحمه، قالت لي خاصو يدير ريجيم، عطاتني شي تحاليل مشيت ديتو حيدوا ليه الدم دوزوا ليه التحاليل، التحاليل قالت لي حتى خليتو حيت هو عيان قال لك بغى يمشي للدار، ركبنا ليه الكليمه في الدار ديالو، صيفط واحد السيد ركب ليه الكليمه في الدار ديالو حيت ما كانش عنده الكليمه حيت الوالدين عنده الدار ديال التراب كانت بارده، ولكن حيت مرض جه الصهد قال لي الصهد بغيت هاد الكليمه، درنا ليه الكليمه في الدار ديالو. فاش وصلت للدار صافي قلت لكم درت ليه التحاليل تما فكادير داكشي، التحاليل خليتهم قال لي غتجي لهم اليوم مع الثلاثه، ولكن انا ما كاينش كنتخليهم عندهم تما تا وكان يدوز العيد عاد ديك الساعه نمشي نجيبهم ندوم للطبيبه. قالت لي صافي دابا قولي ليه مشي ديال الريجيم، ما ياكلش المقلي ما ياكلش الزيوت ما ياكلش شي حاجه فيها الزيت نهائيا، قالت لي ياكل غير الخضره ولا لي سوب ولا الديسير. قالت لي قول ليه بعد من الزيوت، قالت لي راه الزيوت هما يديروا لك كيكك، جا ليه ميكروب من داك الحوت المقلي جاه ميكروب يونفيت فيه الشحمه، فاش دوزات ليه لقات فيه الشحمه قالت لي سينا راه ما به حتى شي حاجه، قالت لي كمل على الدواء ديالو انتيبيوتيك، قيدت ليه شي دويات اخرين وانتيبيوتيك وقالت لي غير يمشي ينعس دابا ويرتاح، قالت لي باش ما كيرد، قالت لي راه مزيان حيت كيرد قالت لي كيخرج دوك السموم اللي فيه. صراحه والله عمر هذا بعض المرات سريع عند جيني غاليست
مرا هاد العينات كاع اللي كنمشيو عندهم جينيراليست كابابل صراحه لله. ها الطبيبه كاينه وحده كنمشي عندها حدا البيتي بيشور تما، واحد الطبيبه لقيتها هي لقيتها ساده الله يعمرها دار، هي هي لقات عند الوالده المراره ومشيت ديتها عند سبيسياليست قال لي فعلا عندها المراره. وهاجي عاوتاني قالت لي اختي ما فيه حتى حجر، قالت لي اختي راه غير فيه شويه تاع الكالكر، قالت لي غيشرب الماء يحيد لي غيخرج ليه مع البيبي ديالو وصافي. وبقى كيهضر معاها قال لها راه كنفطر بالسمن، قالت لي لا الحاج ما بقاش كتفطر بالسمن، خاصك تفطر غير خاصك تحيد داكشي كاع الدهنيات وداكشي. بقى مجمع معاها وكيضحك شحال، قالت لها الله يرحمك الوالدين. المهم هو الوالد ديالي كانت فيه السخفه، السخفه ديك داك الزيت اللي كلا هو درت ليه السخفه، فهمتوا درت ليه السخفه بزاف. ومشى عندها على الوالد ديالي اللي كان يتشلخ، الوالد ديالي من دوك الحجره القديمه، مشى عندها الكابينه ديالها ما نعسش فوق الكراسه، نعس ليا في الارض شوهان الوالد ديالي. احد العين مرض ليا الوالد ديالي، ماشي نعس في الكراسه كيعباد الله، نعس ليا في الارض قال لك بارده، نعس في الارض ونتسنى تتلحق نوبتي، كنقول يا ربي انت تلحق النوبه ديالي قبل ما يدخلوا عباد الله شوهاني. قلت لكم ما صورتوش حيت الوالد ديالي ما كيتصورش، انا كنت نصور لكم. المهم انا جيت غير نقول لكم هذا الشيء، واصلا التقضيه ديال العيد راه وريتها لكم شي حاجه عاديه، تقضيه الدلاع السويله العنب داكشي اللي غيخص العيد وشويه تاع الاشرف كنحتاجو في العيد، كنحتاجو البصله ومطيشه. خديت شي قطبان صراحه ولا خديت القطبان، شنو خديت، خديت الفاخر طواجن وداكشي راه عندي ما بقاش نشري الطواجن وداكشي وصافي. هذا الشيء هو ما زعما ما خديت شي حاجه كثيره بزاف بزاف، وراه صافي صورت لكم الاجواء. ودابا جيت نهضر معكم ونقول لكم هادشي البنات، هو البنات ما تبقاو تخلطوا عباد الله كلشي ما تخلطوا، راه ماشي كاع الناس راه قال لك حوته وحده كتخنز الشواري، راه ماشي عباد الله كلهم كيكذبوا نقول لكم، وماشي كلشي عباد الله مظلومين. ديروا هذه في راسكم، راه كاين الظالم وكيبان بحال مظلوم، كاين اللي ظالم وكيبان بحال مظلوم، وكاين اللي كيكذب وكيبان بحال كيقول الحقيقه، وكاين اللي كذاب وكيبان كيقول الحقيقه، وكاين اللي كذاب وكيبان كل الحقيقه، وكاين اللي مسكين كيقول كل قول الحقيقه كيبان كذاب، فهمتوا. انا جيت انا الفيديو ديال البارح ما جيتش نشارك معكم زعما باش نقول لكم عاطفه ولا عطوني فلوس ولا شي حاجه، ما خاصني خير الحمد لله اللي عندي، واش توخر غنمشي نتسلف ونخلص على الوالد ديالي، واخا نمشي نتسلف عرفتوا نمشي نتسلف. الوالد ديالي عنده 8 ولا حنا 9 تبارك الله على الاخرين، ولكن المهم الا جات فيا انا والله واخا نمشي نتسلف ونمشي ندوز ليه وندير. هو قال لي ما ديريش لي التحاليل ديال الدم، انا ما بغيتش التحاليل ديال الدم خليني نمشي للدار. قلت ليه لا راه ما غاديش تمشي للدار الا ما دوزش لك، الا ما درتلكش التحاليل ديال الدم باش نشوف ياك ما فيك الكوليسترول ولا شي حاجه، عطاتهم لي الطبيبه شوف ياك ما فيه الكوليسترول ياك ما فيه شي حاجه اخرى الله اعلم ما تعرفوا. صافي درتهم وديتو للدار دار الكريمه، مشى نعس في البيت ديالو قال لي الله يرضى عليك. شفتوا غير داك الله يرضى عليك، بحال مره بحال مره كتكون واصله فيا لي قسما بالله، الصباح كنت واصله فيا لي ربي حيت كنحس براسي تظلمت في الصباح، حيت انا نايضه وجار معايا هاد الدري وسخون الحال وما فاطراش وجراه وما كاين حتى شي واحد لي شد ليا الدري وغاديه بوحدي وراجلي مريض حيت راجلي ما قادش باقي كنحس بيه، ومسكين جار جاير ليا جار نزل با من الفوق حطاه في البيت الفوق فيه الكليمه، حيت في كل يوم فين الكليمه في البيت التحت عندي انا والبيت هو الفوق فيه الكليمه، وكنحس براسي جراه وهو هاز ومسكين ما قادش عليه الحاجه وما قدش ليه، وانا بوحدي معاه وما كاين اللي معاوني، كنحس براسي ديك الساعه الظلم حق الله. قلت في الطوموبيله وكنشكي على راجلي كنقول لكم انايا هذاك الراجل عندي بان مره كندير لي كنعتبره بحال الصديق ديالي فهمتوا، كنبقى هو اش كنشكي ما كنشكي على حتى شي واحد ما نكذبش عليكم، حتى الوالده ديالي ما كنشكيش عليها، الوالده ديالي كنشكي على هذا القدور فيا كتقول لي اوزعت فهمتوا. قلت كنشكي ليه كيقول لي غير صبري ما عندك ما ديري صبري صبري، كيقول لي كنقول ليه كنحس براسي بوحدي، كيقول لي لا انت مالك بوحدك وانا راه كاين معاك فهمتوا يعني غير داك. وبكيت واحد شويه بقيت كنبكي واحد الكحشة كنبكي، ولكن عرفتو داك عرفو واحد فاش كيبكي وما كيديرش الصداع عرفتو داك البكي وما كديريش ما كتخرجيش البكيه كتبكي والدموع كيخرجوا ليك، هذاك الشيء باش حسيت بالحقره الصباح ونظمها فيا. قلت حياه صافي او حتى انتيا جات دوزتي امك دوزتي راجلك طاح لبك صبري صافي ندوزها حتى هي باش ما بجغمه ديال الماء صافي، وصبرت مشيت قضيت الغرض في الصباح كنقول يا ربي. تعرفوا في الصباح كنقول يا ربي ما تكونش حاجه ديال الافتتاح راه العيد هذا، يا ربي انا داك العيد ما دوزتوش بخير وعلى خير حيت كنت حامله فيه وكان الوحم ديالي خايب. داك العيد بحال دوزتوش نقول لكم بكا داك العيد، انا داك العيد كنقول يا ربي راه إليان هذا اول عيد عنده، يا ربي دير شي تاويل تاع الخير ما بغينا ليه شي افتتاح ما بغيتش ليه شي حاجه تكون معذبه، يا ربي برد حتى هو باش يعيد بحال عباد الله. وحق الله خاطر فترق وكنبكي وكندعي كي هكا، والله استجاب لي الدعوه ديالي الصراحه الا في حقه، ما لقات عنده والو لقات عنده شويه تاع الشحمه، قالت لي ما بيه حتى شي حاجه بقات كتسول فيه دوزات ليه الضغط على درت لي على الضغط على الطونسيون على شحال، ما لقات عنده حتى شي حاجه حيت الوالد من دوك قلت لكم دوك النحاس القديم اللي ما تلقوهش باقي دابا قديم
مويده اللي عنده 71 عام راه بحال بحال الويده ديال الويده ديالي عندها 71 عام دوك الناس القدام فهمتوا وحنا عاد 30 عام وعينا وما 71 عام باقي الحمد لله كيدك ويدير ذكرى غير حيت عيان واحد من الويد ديالي راه كتمشي بصحته الحمد لله راه ما حتى شي واحد ما كيدير شي حاجه هو عنده الزرده وعنده البهايم وعنده القناين وعنده النعاء وسميتو وكيبني الديور وكلش وخدام يعني راه وحنا 30 عام انا كنحس براسي تهلكت ما نكذبش عليكم حنا ماشي بحالهم انا ماشي بحالهم وهو راه بيخي راه هو غير حيت كلا داكشي وصافي واش غندير تخلعت صراحه نكذب عليكم تخلعت حيت ما عمرني ما شتو يدير في ديك الحاله وصافي الحال الحمد لله راه ديال الدار ديالو عطيتو الدواء ديالو وريتو شنو غياكل وصلتو قال لي صافي الله يرضى عليك غير هذيك الله يرضى عليك قال لي الله يربحك الله يرضى عليك بارك صافي تكفيني بحال تخلصت انايا الله يجعل البركه وصافي ومشى وجيت انايا هنا للدار نعس ايليا وقلت دابا درت زيوت لشعري قلت غادي نجمع الدار شويه نخملها شويه حيت راه ما كاينش اللي يجمعها هي مرونه معلكه مزعكه ونجبعها واحد شويه باش ان شاء الله نقاد شويه اللي عاد عرفتو راه عندي حق الله عندي الدار راه غير الطابله توريكم شوفوا الطابله كنخرج كندخل ونهار جيت لهاد ونهار جبت انا من مراكش وانا كندخل كنخرج كانوا عندي الضياف مشاو الحمد لله مشاو فرحانين واخا انني انايا عيانه ومشاو عندي الضياف الحمد لله فرحانين بخير وعلى خير بحال ما وقع حتى شي حاجه الحمد لله واصلا كانوا ضياف خفاف ظرف على القلب يعني ماشي دوك الضياف اللي كيكلفوك وهادي خفاف ضراف على القبل حتى ثاني ما ياكلوها ما يتسرطوش مانيش غير نقول معكم هذا الفيديو نقول لكم كرو بيزو شكرا بزاف على الناس اللي كيسولوا شكرا على دعواتكم الله يكبر بكم الله يخليكم انا ما كيدور غير معقول قال لك راه ما كيدور واخا انا كنضحك وضحوك يا واجي ولكن راه انا كتوصل في ربحنا ما كنبغيش نقولها وكنقول واش انا الا ما ضحكت شنو غيوقع كاع وغدا ثاني نجيكم في شي فيديو كنضحك كنكركر غدا ولا مازال دابا نيت دابا نيت غير نحط ايديا ونطلق شويه على الموسيقى وندردك على الدار تلقاوني عاوتاني ناشطه كنشطح راه غير واه لقانا ودز دغيا دز لقانا يلاه باي باي عليكم نتلاقى معكم في الفيديو ان شاء الله ديال غدا ياكو يلاه باي باي.